ويلكم تو لرن انجلش فاز مستر محمد سعد على مجازية مع مستر محمد سعد. النهارده مراجعة نهائية سنة رابعة ابتدائي منهج كونكت الترم التاني، حل نماذج الوزارة، ازاي احل سؤال الترتيب. هنا بيقول rearrange to make correct sentences، يعني رتب عشان تكون جمل صحيحة ليها معنى. ازاي احل السؤال ده؟ اول حاجة اشوف جملة عادية ولا سؤال، اقرا كلمات كويس وترجم كل كلمة معناها بالعربي فوق عادي بالرصاص خالص علشان اقرب المسافات لنفسي. اشوف جملة عادية ولا سؤال، لو جملة عادية هطبق قاعدة تكوين الجملة العادية اللي هي في الغالب بتبقى subject verb object، يعني فاعل فعل مفعول. لو سؤال هطبق قاعدة تكوين السؤال، لو سؤال بادئ بألة استفهام يبقى ألة استفهام فعل مساعد فاعل فعل، ده في الغالب. أو في سؤال بادئ بفعل مساعد على طول يبقى معناه هل، يبقى فعل مساعد فاعل فعل. يبقى السؤال في اللغة الإنجليزية حاجتين، يا سؤال بادئ بألة استفهام يا سؤال بادئ بإيه بفعل مساعد معناه هل، أجاوب عليه بيس أو نو. تمام، هنا نمبر وان بيقول دي جملة خبرية. تمام، تعالي نقرا الكلمات ونترجمها مع بعض. انا مش عارف حاجة. children اطفال، repeat after me، قول ورايا متقعدش تتفرج عليا كده بتقول يا حلاوة يا ولاد ايه الفيديو الحلو ده. لا ما تعملش كده، انت already جبت نوت بوك كراسة وكتبت الجمل دي كلها وحلتها بالرصاص ودلوقتي انت بتختبر نفسك معايا، هو ده الشغل الصح. ما تتفرجش عليا كده، اوعى كده تتفرج عليا بس. تمام، children repeat after me، يلا كرر ورايا. children اطفال، cleaning بينظف، are يكونوا، trash قمامة، the الالف واللام، up معناها اعلى بس ساعات بتيجي مع فعل. ماشي، the الالف واللام. تمام، نبدأ نحل. هقول ايه؟ يا change the color، نغير اللون. ايه دي هالمرة دي red. اوكي تمام، هقول ايه؟ هقول انا كل ما اكتب كلمة اسأل نفسي ايه ده، ايه فين الفاعل بتاعي، مين اللي بيعمل حاجة هنا؟ الاطفال ده الفاعل بتاعي، يبقى children the children الاطفال. ايه فين الفاعل؟ واحد يقول هاي الفعل اهو، مستر محمد قال لي بعد الفعل حط فعل وحط ان جي، الفعل فيه هنا اهو ان جي، حط الفعل ومفيش حاجه بتحركه، ده هنا الجمله في المضارع مستمر، يبقى لازم ام واز وار بتيجي الاول في الغالب، دايما ام واز وار على طول ايه بعد الفعل على طول في الغالب. يبقى ذا تشيلدرن ايه ار، ار ايه الزق الفعل ان جي بينظفه سي ال اي اي ان اي ان جي. يبقى the children are cleaning ايه معروفة، clean up على طول يعني نظف. yes cleaning up ايه، yes خلصت الجملة. the trash بينظفوا الكمامة، the trash t r a s h، حلت الجملة بطريقة سهلة وبسيطة. بعد ما اكتب الجملة بتاعتي اترجمها وعد الكلمات اشوف الدنيا مظبوطة ولا لا. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 لازم تعمل كده، الدنيا مظبوطه عندي اترجمها الاقيها مظبوطه، اقراها هلاقيها الدنيا مظبوطه. the children are cleaning up the trash، الاطفال بينظفوا كمامه، هو ده الشغل الصح. تمام، number 2 it's a statement، جمله خبريه. تمام، making يصنع او بيعمل، friend صديق، خلي بالك الفعل هنا هو في ان جي يبقى اكيد في حاجه بتزغزغه بتحركه، في الغالب بيبقى ام ويز وار في المضارع. فريند صديق، ايم يعني انا اكون، برزنتيشن عرض، وذ مع، واحد للكلمه اللي بادئه بحرف ساكن، ماي يعني ملكي. تمام، نبدا نحل. هقول على طول الكلمة، أبدأ بالكلمة تحتها خط. I am، I am إيه، أنا بعمل إيه،
كل ما اكتب كلمه بسال نفسي، وهي خلي بالك هنا ام واز وار، في فعل هنا في ان جي، يبقى على طول I am making، انا بعمل. I am making ايه؟ شفتوا انا بسال نفسي، يبقى انا بعمل a presentation، يبقى اعمل اهو a presentation على طول. تمام، a presentation. انا بعمل برزنتيشن ايه؟ يبقى على طول with، مع مين؟ كل شويه بسال نفسي يا جماعه، with my friend. my ما تجيش اخر كلمه عمرها، لازم يجي وراها حاجه بتتملك، with my friend f r i e n d، واحط البيريد بتاعتي. تمام، يبقى I'm making a presentation with my friend، بعمل عرض مع ايه؟ مع صديقي. تمام، number 3، it's a statement، جملة خبرية. تمام، تعال نقرا الكلمات مع بعض عشان نكون فكرة عن معنى الجملة هيكون ايه. learn يتعلم، on على، بس ساعات يبقى معناها ايه؟ في، can يستطيع، interesting شيق، media وسائل الاعلام، you انت او انتم، things اشياء، social اجتماعي. تمام، change the color، هقول ايه؟ يو على طول. خلي بالك دايما وانت مغمض كان في الغالب بتيجي تاني كلمة، تستطيع، خلي بالك من النصايح بقولها، كان في الغالب بتبقى تاني كلمة، يو كان، انت تستطيع، ايه، انت عارف ان كان وكانت بيجي وراهم مصدر فعل، يبقى تتعلم، فين الفعل بتاعي؟ يو كان ليرن، تتعلم، تقدر تتعلم ايه؟ ها، you can learn ايه؟ واحد يقول hey things، تعلم اشياء ويديها. طب interesting هتحطها فين؟ ما هي اشياء ممتعة او شيقة، يبقى الصفة في الانجليزي بتيجي الاول، يبقى interesting تيجي الاول. interesting، interesting ايه؟ ايه هو الشيق؟ interesting things اشياء شيقة، ها، فين؟ على وسائل التواصل الاجتماعي، يبقى on social، on social، ما اقولش social، ما بقولش كده، اقول on social media. yeah، واحط البيريد بتاعتي، لازم اقفل جملتي، لازم اقفل جملتي، ما سيبش جملة مفتوحة كده، وراح البانكتويشن، وراح ان اول حرف الجملة كابيتال وكل كلمة تانية في مسافة، والكلمة حروفها جنب بعض، والحرف بيقف على السطر، ابين للناس ان انا ايه، الدنيا عندي مظبوطة، خط حلو، وكل حاجة عندي مظبوطة. تمام، نقرا جملة ونعدها، نعد الكلمات، هتلاقي الدنيا مظبوطة. you can learn interesting things on social media، اقرا ورايا، متقعدش تتفرج عليا كده، احنا مش بنتعلم انجليزي عشان تخش الامتحان، لا، اوعى تحط في دماغك الفكرة دي، احنا بنتعلم لغة انجليزية عشان بتخش بقى سوق العمل، كل حاجة دلوقتي بلغة انجليزية، لازم تبقى مثقف. تمام، number 4، statement جملة خبرية. تمام، world beach clean up، yeah، تنظيف ايه؟ الشاطئ العالمي، the الالف واللام، day يعني يوم، september september، in في، is يكون. تمام، نبدأ نحل. يا نهار ابيض، لو كتبنا كده هتلاقي اللون اسود، انا عارف كده كويس، لازم اغير اللون كل شويه، لازم change the color. تمام، هقول ايه؟ ابدا بالكلمه اللي بدهاني، بدا بحرف كده، ذا الالف واللام، ذا ايه؟ اكيد هقول ايه؟ يوم تنظيف الشاطئ العالمي، يبقى the world beach clean up day، هو كده، هو كده، yeah، the world beach clean up day، يوم تنظيف الشواطئ العالمي، ماله يكون امتى؟ ما هو ده الفاعل، ده كله فاعل، the world beach clean up day، ماله يكون ايه؟ يبقى is، فين؟ is in، ها، امتى؟ سبتمبر على طول، yes is in september،
لازم اصغر الخط عشان ايه الدنيا تكفي معايا. تمام، ايه دي هاي تين اهو، حاطط لي خط عليها بيقول لي ايه اللي عامله ده، كلمة ناقصة وحط بيريد، نقرا الكلمة او الجملة هتلاقي الدنيا مظبوطة. The world beach clean up day is in September، يعني يوم تنظيف الشواطئ العالمي فين، في سبتمبر. تمام، الدنيا مظبوطة. Number five، the last one here، yes statement، جملة خبرية. تمام، نقرا الكلمات مع بعض. share يعني شارك، and و information معلومات، don't لا personal شخصي، password يعني كلمة سر، your ملكك حاجتك بتاعتك. نبدأ نحل. أنا كونت فكرة عن معنى الجملة هيكون ايه. تمام، هقول ايه؟ don't ايه؟ لا ايه؟ don't بيجي وراها مصدر فعل، فين الفعل اللي هنا؟ مفيش فعل غير ده، شير لا تشارك. شفت المعلومة؟ don't عرفت ان هي لا بيجي وراها مصدر فعل لما اجي انهي واحد ان ما يعملش حاجة، يبقى don't share متشاركش. متشاركش ايه؟ يبقى متشاركش الباسورد بتاعك، يبقى your حاجتك، y o u r your password p a s s w o o d، متشاركش الباسورد بتاعك و ايه، and personal information ومعلوماتك الشخصية، يبقى and personal personal ايه، نكتبها تحت بقى مش هتكفي، information t i o n واحط period، احط period، هو عملها كابيتال علشان هي اول كلمة عنده هو، لكن مش عندي انا طبعا. احنا كده عندنا احنا ايه، وسط الجملة، وسط ايه، وسط الجملة، خلاص وسط الجملة عادي خالص، كله سمول غير لما يكون في كلمة بادئة بحرف كابيتال، لكن هو عنده طبعا ايه اول كلمة عملها حرف كابيتال، عندك انت حبيبي مش عندي انا. تمام، يبقى نقولها تاني، don't share your password and personal information، يعني ما تشاركش كلمة السر ومعلوماتك الشخصية مع اي حد. خلاص انتهى الفيديو الجلوبال الجميل ده من تعلم انجليزيه مع مستر محمد سعد. هعمل فيديوهات تغطي نماذج الوزاره كلها الترم التاني، عملنا الترم الاول كله مش هنسيب حاجه، معلوماتنا قويه. اشوفكم على خير، عجبك الفيديو اديها سبسكرايب، اديها لايك، اديها شير. جود باي، مع السلامه.